تتفاوت أعراض نقص الفيتامينات في الجسم تبعا لنوع الفيتامين المنخفض، وعادة ما يستغرق ظهورها عدة أشهر منذ بدء نزول مستوياتها أو منذ بدء الانخفاض في مستوياتها. نتابع. الفيتامينات من أهم العناصر الغذائية المهمة التي لا يستغني عنها الجسم لأهميتها الكبيرة في عمليات البناء والنمو، ولذلك نقصها يؤثر تأثيرا كبيرا على الصحة الجسدية والعقلية، ويؤدي إلى الإصابة بالعديد من الأمراض، وقد تتفاقم هذه المشكلات وتتسبب بإجهاد عام للجسم. فيتامين د يعد من أهم الفيتامينات ضرورة، فهو عنصر غذائي وهرمون داخل الجسم، ومن أهم مصادره الطبيعية التعرض لأشعة الشمس، حيث إن 90% من احتياجات الجسم لفيتامين د تأتي من أشعة الشمس، و10% من الغذاء. فيتامين B12 مهم لصحة الدماغ والأعصاب وإنتاج خلايا الدم الحمراء وغيرها من الوظائف، فأي نقص في مستوياته يمكن أن يؤثر سلبا على العديد من أعضاء أجهزة الجسم ووظائفه، ويكون تعويضه بالأطعمة الحيوانية مثل اللحوم والأسماك والبيض وغيرها. يمكن للجسم الحصول على غالبية الفيتامينات من الغذاء المتوازن، إلا أنه في حالات محددة يحدث النقص بسبب زيادة حاجة الجسم أو علة تمنع امتصاص الفيتامين ودخوله الجسم. إعادة التوازن في الكثير من الحالات تكون عبر تعويض النقص، وفي حالات قليلة يحتاج المريض إلى العلاج مع تعويض نقص الفيتامين الحاصل. نتحدث أكثر مشاهدينا الكرام عن دور الفيتامينات في يعني تأثيرها على حياة الإنسان مع ضيفنا عبر سكايب طبيب الأسرة دكتور وليد البداوي. أهلا بك دكتور وليد، مساك الله بالنور. دكتور وليد، لماذا نأخذ هذه الفيتامينات وحنا نأكل يعني الأكل، يعني وش الفرق بينها وهل هي ضرورية؟ طيب مساء الخير على الجميع وجمعة مباركة. طبعا قبل ما ندخل لماذا نأخذها، أول شيء هل نأخذها ولا ما نأخذها الفيتامينات؟ الفيتامينات طبعا عندنا في ناس فعلا يحتاج ياخذ الفيتامينات، من امثلة الناس اللي يحتاجون ياخذون الفيتامينات هم الناس اللي قائمين بعمليات مسبقة في المعدة مثل عمليات التكميم وتغيير مسار وغيرها، او بعض الناس اللي ياخذ أدوية قد تؤثر في امتصاص بعض الفيتامينات، او الناس اللي يكثر من شرب بعض المشروبات اللي ممكن تأثر في امتصاص الفيتامينات، هذول اللي يحتاجون. طبعا فيه الشيء المشترك اللي تقريبا الجميع عندنا اللي هو الفيتامينات اللي يحتاجونها الناس عندنا، فيتامين د بسبب عدم التعرض للشمس، في لان الشمس عندنا كثير قليل الناس تعرض للشمس بسبب حرارتها وبسبب حراره الجو في نفس الوقت، فممكن نحتاج فيتامين د. الدراسات حتى في يعني فيتامين اي وفيتامين اي، هذه الفيتامينات اللي يعني تدل لنا ما لها فائده كبيره لاي انسان العادي، اما الانسان العادي اللي ما عنده اي مشاكل صحيه ولا ياخذ اي ادويه ولا مسوي عمليات في المعده ولا الجهاز الهضمي ما يحتاج الفيتامينات هذه، يحتاجها ناس معينين. فيتامين د هو اللي يحتاجه الجميع اذا ما تعرضوا للشمس. جميل. يعني يقول لك بعض الاشخاص وش الاعراض اللي والله اذا ظهرت علينا معناته انه لازم اروح اسوي فحص مثلا او اني اتوجه لاخذ الفيتامين. الانسان اللي ما عنده شيء من الاشياء اللي ذكرناها غالبا يعني يمكن يجد بس فيتامين د ناقص، لكن فيتامين ب الناس اللي ياخذوا ادويه وغيرها ممكن. فأعراض يعني أغلب الأعراض الناس يجونا يقول لك والله آلام في العظام، يقول لك عشان يبغى يسوي ده اللي يبغى يسوي الكالسيوم والأشياء الأخرى معه، أو يكون عنده كذلك اللي هي اللي طبعا تكون عنده أعراض اللي هي مثلا يقول لك والله تنميل فأبغى أسوي فيتامين ب، فقدان الذات رغم أنه ما قلت لك ما هي لها علاقة مباشرة، لكن هو الناس يقول لك أنا أبغى أسوي ب وأتأكد من الجهاز العصبي عندي سليم ولا الجهاز العصبي ما فيه مثلا نقص في فيتامين ب، هذه أغلب الأعراض اللي تجينا، لكن أغلبه ما نجد عنده النقص هذا إلا إذا عنده أسباب أخرى مثل اللي هي طبعاً زي العمليات المسبقة أو أخذ بعض الأدوية، أدوية السكر. مرضى السكر طبعاً يحتاج لأنه طبعاً الأعصاب قد تتعرض تأثر بمرض السكر فيحتاج فيتامين ب لدعم الأعصاب. جميل. دكتور وليد، يعني في التقرير قبل شوي ذكروا الشباب في الإعداد أنه ممكن بعض الأضرار اللي تظهر على الجسم أو الأعراض لنقص الفيتامينات قد تستغرق عدة شهور، وهذا أمر ممكن يشوف أنه بعض الأشخاص أنه خطير، يعني أنه أنا ما انتبه إلا بعد كم من شهر أو شيء أنه فيتامين عندي ناقص، فلذلك يلجأ البعض أنه
يعني يروح ياخذ الفيتامينات من البدايه كوقايه بدون ما يشعر باي اعراض، هل هذا الامر صحي ام انه والله يزيد الطين بله على قولتهم؟ والله ما انصح، لانه كثير من الفيتامينات فيها عده محذورات. اول شيء كثير من الفيتامينات العامه هذه تؤدي الى زياده الوزن، وهذا ناس كثير الان قاعد يفكر في تقليل وزنه ويخفف. الامر الاخر كثير من الناس يسبب له طبعا يكون فيها اضافات اخرى ومواد مضافه الفيتامينات العامه، والمواد المضافه طبعا يترتب عليها اشياء في الجهاز مثل الامساك مثل الاسهال. بعض الاحيان تلقى الواحد مكثر، يعني جاني مريض مره ياكل كل يوم مثلا يبغى فيتامين اي، يعني عندك الجزر ياخذ كرتون جزر يوميا، وصلت فيه الامور. لذلك جاني حتى بشرته متغير اللون الاصفر، ففي مبالغه في الموضوع من بعض الناس. بياخذ طريقه الارنب في اكل الجزر. تحت نصيحه طبيه، نعم يبغى نصيحه طبيه وليست يعني تاخذ اعتباطا، لان لها عده اشياء. ممكن يجيك بعد فتره يجيك معاناه الجهاز الهضمي مثلا مشاك، او انتم كرامه جميعا اسهال، يعني اشياء تيجي بسبب الفيتامينات اللي تاخذ بدون ضابط. وبنصائح يعني نصائح او شيء نصائح عامه، حتى اللي في السوشيال ميديا ترى او في وسائل التواصل الاجتماعي قد يكون ما قصد شيء وفهم السامع فهم امر اخر وبدا ياخذه حتى من الزملاء الصحيين يعني. جميل. دكتور احيانا احنا نسمع مثلا ذكرت يعني موضوع السوشيال ميديا، احيانا نشوف بعض التقارير مثلا تتحدث عن بعض الفيتامينات انه لها انواع متعدده وكثيره، وانه اللي يحتاج الجسم هو نوع معين وموجوده في المكملات الغذائيه التجاريه نوع اخر، هل هذه المعلومات صحيحه انه يجب على الانسان انه يقرا ويتثقف فيما يتعلق بنوع الفيتامين بالتحديد، ويعني وهل اغلب المكملات التجاريه يعني او الفيتامينات التجاريه ما تعطينا الفائده المرجوه؟ والله القراءه الان ما حد يقول قراءه كويس، القراءه جيده، لكن القراءه الان فيها محاذير كثيره. الان احنا في عصر زي ما يقول الحكمه فلترت المعلومات، المعلومات في يوم من الايام كان ما في معلومات عندنا قبل سنوات حتى صحيح. قليله وليست بالكثيره، لا يوجد معلومات كثيره. فالناس كانت تذهب الى المستشار الصحي او الطبيب او المتخصص الصحي وتطلب منه المساعده والدعم والراي. لكن الان احنا عندنا المعلومات متوفره في كل مكان، وتجيك حتى لو تبحث عنها تجيك على شكل رسائل، تجيك على شكل واتساب وغيرها. لكن طبعا الان احنا في عصر الحكمه اللي هو فلتره المعلومات، ما في احد راح يفلتر لك المعلومات الا الشخص المتخصص. طبعا تروح معاه لمقارنه المعلومات طبعا اللي سمع عنها والاشياء، يفلتر لك المعلومات الطبيب او المتخصص الصحي يساعدك فيها. اما اذا تسمع، لانك حتى رسائل اللي هو السوشيال ميديا ترى متضاربه، رسائل اللي هي وسائل التواصل متضاربه، تجيك رساله وتجيك رساله معاكسه لها بعد شوي. فانت احنا في عصر الحكمه في فلترة المعلومات. طيب بالنسبه للمعلومه دكتور، هل هي صحيح انه يجب يعني معرفة الفيتامين بالتحديد الذي ينقص جسم الإنسان، وأنه بعض الفيتامينات قد تتعارض مع بعضها في حال أخذها كمكملات غذائية؟ طبعاً لازم نعرف الفيتامين اللي ناقص بالضبط، لأن في فيتامينات العامة اللي نأخذها حبة اللي هي الفيتامينات العامة اليومية قد لا تحتوي جرعة كافية من الفيتامين اللي هو في نقص عند الشخص. علشان كذا يعني لا تكفي اللي هي أنك تأخذ الفيتامين، لازم إذا كان في نقص حاد في أحدها فلا يكفي انك ما تاخذ كميه كافيه يعني من الفيتامينات، وهذه لا توجد في الفيتامينات العامه، لازم تاخذ جرعه مركزه، مثل فيتامين د نقصه لا يغطيه الفيتامينات العامه، لكن يبغى تاخذ جرعه مركزه قد تصل الى 50,000 في الاسبوع لمده 12 اسبوع على اساس تعوض الفيتامين هذا، ولا يكفي الفيتامينات العامه اليوم. متى جميل، لأن هناك فرق حتى بين جرعه اللي هي المحافظه وجرعه العلاج، في فرق بين الاثنين. جميل. دكتور متى نقول انه الانسان يجب عليه انه والله كل 6 شهور كل سنه انه يفحص يعني نسبه المعادن والفيتامينات في جسمه؟ وهل الفحص الدوري يعني مهم، ولا يعني الانسان على حسب مثل ما قلت الحكمه هي اللي تتسيد هذا المشهد، اذا حس انه والله يحتاج يروح؟ كتوصيات رسميه طبعا تلقى قد كثير من الفيتامينات وفحوصاتها غير مطلوبه كشيء رسمي، لكن يقام بها في حاله وجود اعراض. لكن الغالبيه طبعا الان بسبب يعني كثير بعض الاحيان يكون توفر الفحوصات، يقول لك انا ابغى افحص، فانت بعض الاحيان لاسباب معينه بس ما في التوصيات اللي تتكلم عن فحص عام ولا يعني مجموعه من البشر تسوي لهم والله التحليل، ما في كل التوصيات، ما في شيء توصيه واضحه الا في حالات معينه. نقص الفيتامينات يعمل لحالات معينه، لا يعمل لجميع الناس. لكن كثير من الاحيان ياتي بناء على طلب من المريض على اساس اعراضه. والمرض طبعا المرضى الان تحول في ذكاء، الان يجيك المريض يقول لك والله عندي اعراض الام العظام، فانا كممارس صحي على طول مباشره بروح والله افحص فيتامين د، وراح القى ناقص لانه
في نقص عام في فيتامين د عند الناس فبنجده. وبعض الحالات طبعا بعض الناس يقول لك ابغى اخذ بدون محلي، بس احنا ما ننصح، لانه كثير من الاحيان اخذ الكميات بدون تحليل يؤدي الى ارتفاع غير منضبط، سواء الناس اللي بياخذها على شكل حبوب بياخذها على شكل ابر. في ناس يقول لك ابغى ابره الفيتامين الفلاني، وهذه طبعا ما ننصح فيها، لانه وجدنا ان في ارتفاعات غير مسيطر عليها في نسبه الفيتامين عند الانسان. جميل دكتور، هل بعض الفيتامينات موجوده في الاغذيه؟ في حال وجود نقص هل توصل المريض بانه يركز على الاغذيه اكثر من اخذ المكمل الغذائي؟ اذا في نقص الاغذيه بتعطيك كميات، بس بسبب مرورها بالجهاز الهضمي وسبب مرورها في عمليات هضم معقده يمكن ما يصل الكميه الفيتامين اللي نحتاجها كلنا، تجد كميه اقل، تجد كميه اقل من طبعا من المعروفه اللي مطلوبه للجسم، لان في الفيتامينات تكون كميات غير مركزه في الفواكه وفي الاشياء هذه وغيرها، فتكون كميات غير مركزه. فاحنا للعلاج نحتاج كميات مركزه قد لا تكفي اللي هي موجوده في الاكل للناس. ذكرت فيتامين د انه الغالب يعني يكون عندهم نقص فيه، وش الفيتامينات الاخرى اللي يعني ممكن شائع نقصها في لدينا في المجتمع السعودي دكتور؟ المجتمع العام اللي ما عندهم مشاكل صحيه غالبا فقط فيتامين د، لكن عندهم مشاكل صحيه ولا يستخدمون ادويه غالبا فيتامينات اخرى تظهر الى السطح، مثل فيتامين A، مثل فيتامين باء، مثل فيتامينات اخرى في نقص الحديد عند النساء مثلا. طبعا الفيتامينات لو حطينا الحديد، طبعا الحديد عنصر، لكن لو كان في نقص في الحديد عند النساء مثلا بسبب الدوره اللي هي المتكرره لديهم، فهذه طبعا تكون امر اخر هذه يحتاج الى. جميل. الفتره الاخيره بختم معك بهالسؤال دكتور وليد، الفتره الاخيره يمكن كثرت عمليات يعني خلينا نقول التكميم او تحويل المسار وما الى ذلك من عمليات لتخفيف السمنه، وانتشرت في بدايه حديثك ان هؤلاء يجب ان يركزوا على مساله الفيتامينات. وش تقول لهم في هالجانب وابرز الفيتامينات اللي يجب عليهم ان يركزوا عليها من اجل الحفاظ على صحتهم؟ في تحاليل لازم تسوى تقريبا كل 6 شهور على بعض التوصيات. فيتامين اي عندك، فيتامين باء عندك، فيتامين د عندك، الزنك، المغنيسيوم، هذه من الاساسيات. فيتامين A كثير من الممارسين الصحيين ينسى لما يحلل للشخص اللي قام بالتكميم سابقا، لكن يحتاج يسويها طبعا الانسان. فيتامين A، المغنيسيوم، الكالسيوم كذلك معرض للنقص، طبعا مع فيتامين د تابع الفيتامين د للكالسيوم. فهذه الاساسيات اللي لازم طبعا اللي هو المريض يقوم بتحاليل بخصوصها ان شاء الله. جميل. بالنسبة انا طبعا مسجل اسمي عبد الله البديوي، ان شاء الله اني عبد لله لكن اسمي وليد البديوي، الله يعطيك العافيه. اي اكيد دكتور وليد، يمكن اعتذر انا على الـ يعني لا بالعكس الخطا اللي موجود انا مسجل عندي دكتور وليد البديوي. جميل. دكتور وليد، بالنسبه للاطفال في اقل من نصف دقيقه، هل هم اكثر عرضه مثلا لنقص الفيتامينات؟ الأطفال طبعاً بسبب الأطفال يكون موضوع التناول عندهم بعض الأحيان يكون ما يأكلون أو يكونون صعب الأكل أو أنهم يأكلون الأكل الغير مفيد لهم بسبب جاذبية الأكل الغير مفيد أكثر من الحليب ولا أكثر من الأشياء المفيدة. يعني نقص الفيتامينات عند الأطفال هو بسبب الغذاء الغير مفيد الذي يكون عندهم. الغذاء اللي يجذبهم غذاء طبعاً يكون غير صحي. جميل. يكون فيتامين طبعاً مثلاً فيتامين د يحتاجونه، مراقبة تقوس الرجلين مثلا لنقص فيتامين د. جميل. واضح دكتور وليد، انا اعتذر منك دكتور وليد لانه وصلنا لراس الساعة. انا اشكرك عبر سكايب طبيب الأسرة الدكتور وليد البديوي، شكرا جزيلا لك على وجودك معنا في نشرة النهار.